مشاهدينا، جولتنا الصحفية القصيرة لهذا اليوم خصصناها للأخبار التكنولوجية، والبداية من صحيفة النهار اللبنانية التي نطالع منها الآيفون الخاص بك سيتبع حالتك الصحية كيف؟ تعمل شركة أبل على خطة سرية لتحويل آيفون إلى مركز شخصي لجميع المعلومات الطبية الخاصة بك. وقالت مصادر إن الشركة تعمل خصيصا مع أبل لإضافة بيانات التشخيص إلى آيفون، بما في ذلك فحوص الدم من خلال التكامل مع المستشفيات والمختبرات. واخترنا لكم مشاهدين من صحيفة الغد الأردنية سامسونج تطرح نوت 8 قريبا. جاء في تفاصيل الخبر، كشفت تقارير أن شركة سامسونج تخطط لعقد حدث خاص بعد شهرين من الآن للإعلان عن الجيل القادم من سلسلة هواتف جالاكسي نوت. وتفيد التقارير بأن هاتف جالاكسي نوت 8 سوف يقدم شاشة منحنية تأتي بحجم أكبر مقارنة بهاتف جالاكسي S8 بلس الذي يقدم شاشة بقياس 6 بوصات ومليمترين، وسوف يأتي مع كاميرا خلفية مزدوجة. من صحيفة القبس الكويتية مشاهدينا، نقرأ لكم الكشف عن هاتف يوتافون من الجيل الثالث. قدمت شركة باولي يوتا تكنولوجي هاتف يوتافون من الجيل الثالث المزود بشاشتين دون أن تكشف عن مواصفاته التفصيلية. وستنطلق مبيعات الهاتف الخريف المقبل بسعر 350 و400 دولار، ومن المتوقع أن يطلق بإصدارين، أحدهما بذاكرة 64 جيجا بايت والآخر بذاكرة 128 جيجا بايت. صحيفة اليوم السابع المصرية مشاهدين عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم: جهاز ذكي جديد لترجمة اللغات المختلفة في 3 ثوان فقط. طورت شركة ليجمو انترناشونال جهازا ذكيا ليترجم اللغات المختلفة في 3 ثوان فقط، ويمكن للجهاز حاليا ترجمة عدد من اللغات منها الإنجليزية واليابانية والفرنسية والإيطالية، إلا أن العيب الوحيد يكمن أن كل المتحدثين عليهم ارتداء الجهاز للحصول على الترجمة.